7h10. Imad Fla Radio. Imad Fla Radio. Allez, Cheda. Ça te change le réveil. Alors, Maya Khadija. Khadija, c'est pas le khair. C'est pas le khair. Qui dirait Khadija? لا بس الحمد لله بارك الله فيك. كل شيء مزيان خديجة. باش الله مالك الحمد كده أنتما. الله يبارك فيك. قولي يا شون خديجة شكون اللي عنده العيد ميلاد ديالو؟ الزوج ديالي إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله شحال غيكمل من سنة؟ 38 إن شاء الله. 38 تبارك الله. وأنت شحال عندك من عام خديجة وخا ما شغليش؟ 29 تبارك الله. عندكم شي وليدات؟ إيه عندنا وليد أحمد. الله يخلي لكم. شحال عنده من عام؟ 9 شهور دابا. 9 شهور عرفتي بحال ها 9 شهور؟ هو اللي سمعته دابا حداك. أوي هو اللي كيلغي. اسمعوا نقدروا نسمعوا ايه احمد احمد الو راجلك ذكرني بالسميه ديال راجلك. مصطفى حنا غنتصلوا به دابا مباشره. مصطفى غنتصلوا به وغادي بطبيعه الحال غادي تحاولي ديري ليه المفاجاه. تقولي ما تنقول غتحاولي ما بان يقدر ما يجاوبش. فين كاين دابا في الخدمه هو مصطفى؟ لا كاين معايا مديني في الطوموبيل. معاك باقي حل عيني كيشوف كيسمع الراديو كيقول لي هادشي. المفاجاه هادي هادو من احسن المفاجات اللي ولا علاش كتعيط ليه؟ لا بلا ما تعيط ليش معاه هو معاه دوزي ليا. مصطفى سي مصطفى بزاف خربقتوني نتوما. خديجه وي نعم واش حداك مصطفى؟ اوي كيتوني ويلا غيجاوب قطع. لا ما عيطو دوزي ليا حتى دوزي ليا راني نهضر معاه في التليفون. عيطوا لي من تليفون واحد اخر خسروا التليفون وهذا. اه صباحك كيدير اخويا مصطفى لاباس عليك؟ الله يبارك فيك خويا. مفاجاه واعره هذه دارتك مدام. اييه عرفتي عرفتي كيفاش دارت هذه المفاجاه؟ كيفاش لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيك. الله بخير. صوبنا لك واحد الاغنيه. نعم قلت شنايا قبل ما تسمع بختها ديال احنا غنسمعها هذه لك صوبتها لك المدام خصيصا لك نسمعوا لها. واخا سيدي بارك الله فيك. نادى يوم عيد ميلاد اجي ونفرح وفرحات مصطفى زينة الرجال واقف واقفة الجبال مرته خديجة العيادي وهو مصطفى البلالي مصطفى يعاون الناس ضريف طيب كله إحساس يبغي رباه حماد فكر في متنين للحاد سمع لي ولده أحمد حيت كيبغي للأبعد حاد خدام في العجلات باش يربح شلف ليسات يعاون بها المحتاجات والمحتاجين لكانوا قرار عزيز عليه الموسيقى يسمع بالحنين وقت الضيقة وعزيز عليه البسطيلة ديال الدجاج والورقة رقيقة خويا مصطفى. نعم سيدي. عيد ميلاد سعيد مرة أخرى. الله يبارك فيك خويا. ودوز لي خديجة نتفاهموا معاها. سربي واخا سيدي سربي غندوز ليها المرة اللي عندي في الدار هنا. تفضلي خديجة. أختي السلام عليكم. أختي خديجة. نعم. كنا ندويز معاك البارح في التليفون. أييه. أشنو قلت لك؟ قلت لي بعد 8 ونص تكون في الخدمة. نقصوا اسمع ليا نقصي الراديو بعدا مصطفى خويا نقصي الراديو الا كتسمعنا باش نقدروا نسمعكم مزيان. تفضلي كمل. قلت لي مع 8 ونص غادي يكون في الخدمه فكم مشاكل هاد الصباح هذا ما يكونش معاك. وقلنا لك غادي نديروا مفاجاه. قلت لي اه. قلت لي مع 8 ونص غتقول لي واحد السيده كتبغى تعيط لك قبل شي رويض. وي هادشي اللي كاين ياك شي اللهم لك الحمد. خافت من راجلها. داكشي ما قدراتش. لا وغيوصلني ديما كيوصلني الصباح ولكن اليوم تعطل مالف اليوم كتعطل لا ماشي مشكل. المهم المفاجاه وصلت.
هي ماشي مفاجأة. عجبته بزاف وعجبتني حتى انا. شكرا بزاف. تحنا عجبتنا بزاف والله. شكرا لكم. تبارك الله عليكم. الله يخلي لكم احمد. شكرا شهدا بزاف. سلامة. شكرا لكم. الله يخليك. شكرا بزاف. حتى نتوما بغيتوا تحتفلوا بعيد ميلاد ديالكم ما ديروش بحال خديجة، ديروا مفاجأة. ادخلوا للسيت انترنت شهدا اف ام بوانيت وخليوا المعلومات على السيد ولا السيدة اللي بغيتوا تحتفلوا بعيد ميلاد ديالها. دونك عقلوا شهدا اف ام بوانيت، غتنزلوا لتحت تلقاو واحد الفقرة ديال عيد ميلاد، عمروا هذاك الشيء اللي كاين تما. و شنو نقول لكم، حنا نصوب لكم واحد الاغنية اللي غنديروا لكم كل صباح مع 8:35 دقيقة. من 7 ل 10 7h10 عيمات في لا راديو. عيمات في لا راديو على شهدا. Ça te change le réveil.